أبشع الجرائم التي حدثت في عام 2022. النهاردة كانت أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم مع نورهان في قتل أمها في محافظة بورسعيد. الولد المتهم في قتل أم عشيقته في محافظة بورسعيد. وبقينا دلوقتي بنقول كلمة عشيقته بشكل واضح جدا. في البداية كنا بنتحسس الأمر نقول صديقته، نقول جارته، إنما دلوقتي ما عادش فيه قدامنا لأن إحنا نقول عشيقته، لأن كل يوم الجريمة بتزداد بشاعة، وكل تفصيلة بتطلع من تفاصيل الجريمة بتأكد لنا بشاعة هذا الجرم اللي ارتكبه نورهان صاحبة العشرين عام مع عشيقها حسين فهمي صاحب الأربعتاشر عام. هقول لحضراتكم عن تفاصيل مؤلمة جدا حصلت النهاردة داخل محكمة جنايات الأحداث في محافظة بورسعيد. النهاردة كانت أول جلسة واتنظرت في محكمة بورسعيد الابتدائية في محكمة الجنايات في الدائرة الثالثة أمام قاضي محكمة جنايات الأحداث. حضر المتهم، أول حاجة إن هو جاء مبتسما. المتهم داخل المحكمة مبتسم وكأنه لم يقتل وكأنه لم يزني وكأنه لم يسرق وكأنه لم يرتكب جرما أصلا من البداية. وكانت حاجة غريبة جدا للناس اللي كانت موجودة جوه المحكمة، الجلسة كانت سرية إلى حد كبير، لكن احنا من حصلنا على كل التفاصيل اللي حصلت داخل الجلسة وحكناها مع حضراتكم، اللي هي التفاصيل المؤلمة اللي أنا هعيدها وهحكيها تاني مع حضراتكم دلوقتي. طلعناها الصبح أخبار، لكن لما تسمعوها هتعرفوا إزاي هذا الجرم جرم بشع جدا ارتكبه الطفل ده بمساعدة عشيقته. الواد كان داخل زي ما قلت لحضراتكم مبتسم الابتسامة على وشه، بدأ يتحدث مع القاضي. بدأ القاضي يسأله: أنت قتلت السيدة داليا الحوشي؟ قال: آه قتلتها. اعترف ببشاعة الجريمة، لكن خلي بالكو من التفاصيل اللي جاية دي. الواد لأول مرة بيكشف أمام المحكمة علاقته بنورهان صاحبة العشرين سنة. نورهان دي اللي هي البت اللي أمها داليا الحوشي اشتغلت وشقت وتعبت وضيعت حياتها كلها عشان تربيها، عشان تعلمها، عشان تجوزها بعد ما خطبتها بخمس شهور. عملت ايه؟ قال ان انا كشف امام المحكمة انه يمارس معها الفاحشة منذ ثلاثة اشهر. محكمة واجهته قالت له ست شهور ولا ثلاث شهور؟ قال ثلاث شهور. كنت بتعمل ايه؟ كنت بمارس معاها الفاحشة. فين؟ على فراش امها وابيها. استحملوني في الم القضية لان انا بحكي لكم من واقع ما يحدث ومن حقيقة ما يحدث. هذه الفتاة المجرمة المتهمة نورهان التي قتلت أمها في محافظة بورسعيد تبين النهاردة في أولى جلسات محاكمة عشيقها إن هي كانت تمارس معه الفاحشة على فراش الأم والأب اللي هم شقيانين. تخيلوا يا جماعة الموضوع، الأب ده بينزل من صباحية ربنا عنده فرش في سوق تجاري في محافظة بورسعيد، بينزل واقف على فرش يبيع شوية أحذية وشنط عشان يجيب لقمة عيش من الحلال. طب والسيدة اللي اتقتلت دي مشهود ليها بين كل الناس ان هي شقيانة تعبانة بتجري على لقمة عيش من الحلال. ينزلوا هم من هنا يشتغلوا عشان بنتهم الكبيرة اللي شالوها وكبروها وعلموها وربوها ووصلت لان هي توصل للجامعة وتخش من الجامعة لخطوبة، فمحتاجة تتخطب ومحتاجة تتجهز ومحتاجة تكمل جامعتها. هم ينزلوا من هنا والمجرمة تستدعي الطفل اللي سنه 14 سنة عشان تمارس معاه الفاحشة على فراشهم. جرم بشع، جرم بشع كشف عنه الواد النهاردة. والحقيقة ان الحدث كانت الناس خلال الايام اللي فاتت بتتكلم عن العمر وعن السن، ولسه لا يزال هناك دلوقتي جهد كبير بتبذله هيئة الدفاع عن داليا الحوشي ربنا يرحمها المتوفية عشان تثبت ان الواد ده بس سنه يتجاوز ال 15 سنة ولو بيوم واحد عشان يحاكم امام محكمة الجنايات،
لان هو دلوقتي بيتحاكم امام محكمه الاحداث، فمحكمه الاحداث دلوقتي اقصى حاجه هتدي له عقوبه تحطه في دار رعايه. لو حطيته في دار رعايه هيدخل مع مين؟ هيدخل مع المشردين، هيدخل مع الاطفال اللي هم مالهمش اهليه، وبعد كده يتبحث وثلاث اربع شهور ونلاقي المتهم ده اصبح طليق في المجتمع. ففي جهد من هيئه الدفاع عن المتوفيه المقتوله ان هم يثبتوا بس ان سنه 15 سنه ويوم عشان يخشوا قدام محكمه الجنايات تدي له حكم 15 سنه يخش بيه الاحداث ويكمل في السجن عشان يقعد 15 سنه لما يطلع للمجتمع تاني سنه 30 سنه طبقا لقانون الاحداث يبقى اخذ عقابه في دم السيده اللي قتلها بدم بارد. خلينا اكمل لكم التفاصيل المؤلمه. اول تفصيله زي ما قلت لحضراتكم، اعترف الواد النهارده قدام محكمه جنايات الاحداث ان هو بيمارس الفاحشه مع نورهان اللي هي بنت السيده داليا الحوشي على فراش الام والاب منذ 3 اشهر. بتخون مين؟ بتخون خطيب ليها اوهمته بالحب، بتخون امها اللي شغاله وشقيانه عشان تجيب لها لقمه عيش من الحلال تاكلها وتشربها وتعلمها، بتخون ابوها اللي شقيان برضه عشان لقمه عيش من الحلال، بتخون اخواتها، بتخون المجتمع. دي اول حاجه في القضيه. لما اتسال النهارده المتهم قال انت قتلت داليا الحوشي؟ قال اه قتلتها. خططت للجريمه ازاي؟ قال بمساعدة نورهان. اسمعوا التفاصيل الدقيقة اللي هو حكاها النهاردة اللي حصلت في هذه القضية. البنت بعتت له كان بينها وبينه رسائل من يوم 12 لحد يوم 14. هو ايه اللي حصل يوم 12 الاول؟ اللي حصل يوم 12 ان السيدة داليا الحوشي لما دخلت بيتها جاية من شغلها تعبانة، فتحت باب البيت، اول نظرة جوه البيت كانت على غرفتها على سريرها، فوجئت ببنتها في أحضان هذا المجرم. في الوقت ده كانت السيدة بتسترجع 20 سنة لورا. لما شافت بنتها في حضن الواد ده اللي هو بيشتغل في جمع القمامة من الشوارع وفرز القمامة في الشوارع، بنتها اللي بتربيها وبتأكلها وبتشربها وعاوزة تجوزها وتفرح بيها اللي ضيعت عليها 20 سنة من عمرها، جن جنونها. رجعت بقى بالزمن لورا من يوم ما ولدتها وحملت فيها وشقت عليها وكبرتها وعلمتها ودخلتها كلية وخطبتها ولسه مديونة عشان خاطرها. بدأت تسترجع كل الكلام ده. لكن السيدة عملت ايه؟ كل اللي عملته ان هي سحبت منها الموبايل، سحبت منها التليفون عشان تضمن ان هي مش هتكلمه تاني، وهددتها قالت لها انا هقول لابوكي على كل حاجة. ايه اللي حصل؟ وإيه اللي اتكشف النهاردة داخل أولى جلسات المحاكمة؟ الواد قال إن هو تلقى الأربع رسائل اللي رصدتهم النيابة العامة من المتهمة. أول رسالة كانت بتبلغه يا حسين خلي بالك عشان ماما سحبت مني الموبايل، ماما سحبت مني التليفون وعاملة معايا مشاكل وبتهددني إن هي هتقول لبابا. حسين صاحب الـ 14 سنة يقول لها ما تقلقيش يا نورهان، احنا هنعلمها الادب ومش هتلحق تعمل حاجة. ويبدأ يحصل اتفاق بينهم على قتل السيدة. والله الحاجات اللي الواحد بيحكيها يعني مش عارف يدركها العقول ازاي. ايه العقول اللي ممكن تدرك ده؟ عملت ايه؟ راحت خبطت عليه في بيته يلا عشان ننفذ الجريمة. راحت خبطت عليه في بيته يلا عشان ننفذ الجريمة. دخلت البيت وتأكدت ان امها غرقانة في النوم، غرقانة في النوم من التعب والشقة عليكي خلي بالك. لا ما بتخليش بالها، هي خلاص اخدت قرارها بقتلها. طلعت في البلكونة، وده اللي كشفه المتهم المجرم الاخر الحدث. شاورت له من البلكونة يلا اطلع، وبعتت له قالت له بتستخدم تليفون مين؟ بتستخدم تليفون المقتول، بتستخدم تليفون امها اللي نايمه على فراشها في امان. اي جرم واي بشاعه يا نورهان؟ قالت له يلا اطلع، ماما غرقانه في النوم واحمد اخويا مش موجود وده وقته مناسب قوي لتنفيذ الجريمه. حقيقه في اسئله محتاجه تتسال، ما
ما سألتيش نفسك وهي نايمة ايه امنة قدامك كده تعبانة شقيانة عليكي، ازاي هتقتليها بهذا الشكل البشع؟ ما صعبتش عليكي، ما قصرتش فيكي، ما طمرش فيكي 20 سنة شقة يا نورهان، ما طمرش. فتحت الباب بالفعل ودخل المتهم زي ما كشف النهاردة. وخلي بالكم اللي جاي أهم من اللي قلناه كمان عن بشاعة هذا الجرم. دخل طبعا هو عارف أوضتها، ما هو بقاله 3 شهور بيمارس الفاحشة على هذا الفراش. فدخل على طول على الأوضة، عمل إيه؟ جايب عصاية فيها مسامير لقاها تحت البيت كده وهو طالع، وراح مديها على دماغها. حست الست طبعا بالصدمة، تخيل واحدة نايمة أمنة على فراشها، راجعة شقيانة من شغلها، عندها نصيبة سودة بتفكر فيها من يوم 12 بنتها اللي شافتها في أحضان ابن الجيران، فتفاجأ بحاجة نازلة على دماغها بالشكل ده. قامت اتفزعت من على سريرها وجرت، قالت لهم ارحموني، طلبت منهم الرحمة، طلبت منهم الشهادة. طب سيبونا اشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لكن ما صعبتش على نورهان القاتلة المجرمة، ما صعبتش عليها، راحت جابت له الشاكوش وقالت له كسر دماغها. جاب الشاكوش ونزل على دماغ السيدة وأخدها ورجع تاني لحد غرفتها وناولت له بنتها السكينة بإيديها. نورهان زي ما اعترف النهاردة داخل محكمة الجنايات الأحداث، وزي ما وصلت النيابة العامة، كله بيأكد بعضه، كله بيأكد بشاعة الجرم، كل يوم بيأكد لنا ان احنا كنا امام جريمة بشعة. جابت له السكينة، والسكينة كانت تلمة، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى عاوز يثبت بشاعة جرمها. يعني السكينة طلعت تلمة وما قصتش رقبتها وما دبحتهاش زي ما انت مخططة. طب حسي تصعب عليكي ولو لدقيقة، تراجعي نفسك ولو لثواني، لا انا اخد القرار بالقتل. السكينة فضل يحز في رقبتها، ربنا يرحمك يا دليل، فضل يحز برقبتها، السكينة ما دبحتش لانها سكينة تلمة. الواد كشف تاني قدام محكمة الجنايات بتاعت الأحداث النهاردة وقال نورهان اللي جابت لي الكاس، كاس من الزجاج كسره وقطع برقبتها، دبحها بدم بارد عشان تموت السيدة. خلي بالكم بعد كل ده هل انهارت نورهان؟ وقعت من طولها بقى لما شافت دم امها؟ خالص ولا حاجه، ده بدات تمسح اثار الدم عشان تخفي جريمه حسين بيه. ايوه بدات تخفي في اثار الجريمه، تمسح الدم وتمسح اثار الدم اللي موجوده داخل البيت عشان تخفي اثار الجريمه. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان اكبر من نورهان القاتله وعاشقها حسين، خلاها تخبي القميص بتاعه تحت السرير او تحت مرتبة السرير. وراحت القاتلة مكملة الخطة اللي هم متفقين عليها مسبقا، وجرت على المستشفى، هي ماما ما جاتش هنا، الحقوني، ده بيقولوا ان هي حرامي ضربها وهي دلوقتي مصابة وجات المستشفى. لا يا نورهان ما جاتش، طب ندور نجري نروح نيجي. اخذت 2 من اصدقاء امها في المستشفى وطلعت تجري على البيت عشان تخفي الجريمة. ده بعد ما اخدت الحاجة اللي عملوا بيها الجريمة، هو اخدها في كيس وراح رماها وحرقها بالتليفونات وسرقوا التليفون بتاعها وعملوا الكلام ده كله. هيجيلكوا بعد كده هقول لكم الدنيا اتكشفت ازاي. رجعوا البيت لقوا في جثة. اسعاف يا جماعة، اجى الاسعاف، لا اطلبوا لنا لان في شبهة جنائية. وصل ضباط ادارة البحث الجنائي، مين اللي قتل ماما يا نورهان؟ حرامي. لكن أجهزة البحث الجنائي في محافظة بورسعيد بدأت تفتش في الشقة وتشوف تكشف إيه القضية دي، هي فعلا حرامي اللي قتلها ولا في لغز أو سر في القضية.
ضابط البحث الجنائي بيدور، لقى القميص ملطخ بالدماء. في لحظة دخول الأب اللي هو عم خليل ربنا يصبره على اللي هو فيه من بنته ومن مراته الله يرحمها اللي راحت، ربنا يصبرك يا عم خليل، راجل شقيان وتعبان واقف يبيع حذائين على شنطتين عشان يجيب منهم لقمة عيش من الحلال لقاتله. الضابط سأله: يا عم خليل التيشيرت ده بتاعك؟ قال له: لا يا فندم مش بتاعي. عندك حد من عيالك التيشيرت ده مقاسه؟ قال: اه احمد ابني. تعال يا احمد، تعرف حاجة عن التيشيرت ده؟ ده تيشيرت حسين. عرفت منين يا احمد؟ ده حسين ورهولي وهو بيشتريه، وبعدين انا شفته 5 مرات او اكتر بيلبس نفس التيشيرت ده. هاتوا حسين، يلا نحقق عشان نكتشف الجريمة البشعة اللي حكيتها لحضراتكم. في وسط الجريمة وفي البداية كان في حاجات ايضا موجعة في القضية دي. البنت ما انهرتش داخل، لا داخل محبسها في اسم الشرطة، ولا امام النيابة العامة، ولا اكن هي قتلت، ولا اكن هي اجرمت، ولا اكن اي حاجة. عاوز اقول لحضراتكم لدرجة ان هي لما جم يقولوا لها احنا هنعرضك على الطب الشرعي، قالت لهم: ما تتعبوش نفسكم، انا مش انسة، انا تم فض غشاء بكرتي. لكن هم عرضوها على الطب الشرعي وثبت الطب الشرعي صحة اللي هي قالته واللي اعترفت بيه، ان البنت سيب، ان البنت مش انسة، ان البنت تم فض غشاء بكرتها. على ايد مين؟ على ايد طفل 14 سنة بيشتغل في جامع القمامة من الشوارع، وكملت معاه الجريمة بقتل امها بهذا الشكل البشع. يبقى احنا امام 2 متهمين قاموا بابشع جريمة في 2022. مفيش جريمة ابشع من كده ابدا، بالرغم من ان جريمة نيرة اشرف كانت جريمة بشعة، لكن هي اتقتلت على ايد خطيبها في الشارع بسكين. بنتكلم في قضية خلود بنت محافظة بورسعيد اللي قتلها خطيبها، كانت ايضا جريمة بشعة. لكن لما بتتكلم عن بنت سنها 20 سنة تمارس الفاحشة لمدة 3 شهور على فراش الام، وتخطط كل التخطيط ده، وتعد السكين وتعد الكاس وتعد الماء الساخن عشان تحرق جلدها قبل ما تقتلها بهذه البشاعة، يبقى احنا امام ابشع جريمة حصلت في 2022. التفاصيل اللي حكيتها لحضراتكم هي التفاصيل الدقيقة اللي حصلت النهاردة داخل محكمة جنايات الاحداث في محافظة بورسعيد، اللي كشفت عن ابشع جريمة قتل حدثت في 2022. لكن عندنا حاجتين، عندنا احباط وعندنا بشرة. الاحباط الاول اللي موجود عند معظم الناس ان القاتل حدث، ده لو كان بقوة القانون موجود تحت ايد محكمة الجنايات لم تكن تتردد لحظة في هذا الجرم ان هي تعدمه. انما هو حدث فبتحاكم امام محكمة جنايات الاحداث. لكن في سؤال، في واحد متهم مجرم مفروض ان هو مواليد 2008 يمارس الفاحشة ويفض غشاء بكارة بنت 20 سنة ويخطط لجريمة قتل بهذه البشاعة، اعتقد ان ده مش طفل. وده اللي بيعمله المستشار محمد صفا اللي هو المدافع عن داليا الحوش، بيطعن بالتزوير في شهادة ميلاد المتهم عشان يثبت ان هو شهادة الميلاد دي مزورة، طلعت في وقت مخالف لوقت الميلاد عشان بس يبقى 15 سنة ويوم. هو كده ورجاله مش هياخد اعدام، لان الاعدام 18 بدايته، لكن 15 سنة ويوم هيتحبس داخل محبس، هيروح الاحداث، هيطلع منها لما يجيب السن على السجن العمومي، يطلع بعد 15 سنة. طب لو ده لم يثبت، للأسف قانون هيخلي القاضي يديله اقصى عقوب اللي هي 15 سنة ويروح دار رعاية، يقعد مع المشردين اللي جايين من الشوارع واللي مالهمش اهلية وغيره من اللي ساكنين دور الرعاية، ويجي له خبير اجتماعي وخبير تاني وخبير تالت، ويقدر يتحرك وينزل ويطلع ويجي من الشارع وغيره. فاحنا بنتمنى ان محكمة جنايات الاحداث محافظة بورسعيد تستمع الى مطلب
هيئه الدفاع ونعيد تسنين الواد ده، نشوف يمكن يطلع 15 سنه ويوم نحوله لمحكمه جنايات بورسعيد. البشرة الثانية هي ان هذه القضية سوف تنظر يوم 14 يناير نورهان لوحدها امام محكمة الجنايات، وينظر هذه القضية قاض جليل المستشار احمد منظور. قاض جليل المستشار احمد منظور، هذا الرجل الذي لقن قاتل اخته درس قبل ما يديله حكم الاعدام وحضراتكم شفتوه، وهذا الرجل القاضي الجليل اللي بيفصل بكره في قضيه قتل خطيبته في محافظه بورسعيد بعد ما احال اوراق للمفتي، وننتظر بكره باذن الله حكم بالاعدام. وباذن الله ينظر هذا القاضي الجليل قضيه نورهان، وننتظر منه لانه قاض جليل لما يشوف حجم هذه الجرائم التي ارتكبت في حق هذه السيده ان يصدر حكما عاجلا بإعدام هذه الفتاة القاتلة المجرمة.